بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا عن النسخ، وفي ثنايا الكلام عليه ذكرنا أن البعض استشكل، كما ذكرنا اليهود كانوا قد عابوا على دين الله عز وجل وجوب النسخ فيه، وقالوا بأن النسخ يلزم منه البداء، أي أن الله عز وجل بدا له شيئا لم يكن يعلم. هذه قضية لها جذور في العقيدة اليهودية القديمة في بعض طوائفهم عندما حرفوا وانقسموا إلى فرق، و وزعم بعضهم أن الله عز وجل أوصى وفي أو جعل النبوة في سبط من أسباطهم، ثم زعم الآخرون أنها قد انتقلت وأن الله قد بدا له في ذلك. الموضوع له جذور قديمة في عقيدتهم، فأنكروا النسخ من هذا الاعتبار وقد رد الشرع عليه. لما جاء بعض المشتغلين بعلم الكلام وكأنه وجد أن حجة هؤلاء قوية، ويعني فصار يتحرج من إطلاق كلمة النسخ أو إطلاق أو القول بالنسخ هكذا بإطلاق، فصار تعريف النسخ عنده هو كشف مدة العبادة بخطاب ثانٍ. يعني واحنا مش عارفين اللي بيقول التعريف ده، لو انه اقر بان الخطاب الاول لم يكن في توقيت البتة فلم ينتفع كبير انتفاع بتعريفه، ولو قال ان الخطاب الاول كان فيه توقيت يبقى كده عنده نماذج كتيرة ما كانش فيها هذا التوقيت. والنسخ جه الخطاب الأول كان مطلق غير مقيد بزمن، غير ليس فيه إشعار أن ده تشريع مرحلي، ولم يتبين أنه تشريعا مرحليا أو غير ذلك إلا بخطاب ثاني. بيرجع ابن قدامة رحمه الله يعيد الكلام في دول بالذات في فصل مستقل عشان يبقى واضح. قل وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد، لأن النسخ جاز عقلا وقد قام دليله شرعا. خد بالك في مسائل بيضطر بتبحث وبعدين يقول لك دي ليس لها نظير، لم تقع أصلا، يعني يقول لك دي مثلا لم تقع لكن يبحثوها. يعني مثلا فهنا بالنسبة للنسخ يعني في مسائل مبحوثة في علم الأصول رغم أنها بحثت إلا أنها لم تحصل. أحيانا يقولوا أن من مثال ذلك نسخ القرآن بالسنة، مسألة شهيرة جدا بنبحث فيها، يقول لك احنا مش محتاجينها، بعد ما بيبحثها يقول لك احنا مش محتاجينها لان على القرآن الوحي انقطع،
فالقرآن والسنة الآن معروفين تماما، وما ما لقيناش فيهم مثال أن السنة نسخت فيه الإيه؟ القرآن. وإن كان طبعا الكلام يحتاج إلى بعض التفصيل. طب ما بحثتوها ليه؟ ولكن مسألة عقلية، احنا بنبحث النسخ، ودي أحد الاحتمالات، بنقول الدليل الأقوى والدليل الأضعف. فيه لو الاحتمال غير ممكن عقلا ما يبحثوش خالص، لكن جائز عقلا يبتدي يبحث وبعدين يشوف واقع شرعا ولا لا وهكذا. فهو هنا بيقول النسخ جائز عقلا وقام شرعا، يعني موجود فعلا نماذج للنسخ. يعني نتكلم مبدأ النسخ، وطبعا هم دول حيجي في النماذج دي ويقول لك لا دي ليست نسخ وإنما هي بيان لتوقيت العبادة الأولانية. العبادة الأولانية كانت لها وقت، ولكن لم يبين هذا الوقت إلا بالخطاب الثاني، وهذا بعينه النسخ. طالما إنه هيعترف إن الخطاب الأول لم يكن مشعرا بالإيه؟ بالتوقيت، ويبقى ما استفادش حاجة غير إنه جاب تعريف مهم غير ليس جامعا مانعا كما ذكرنا قبل هذا. يقول أما العقل، العقل فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان. طيب ما هو في دي يكاد يكون بين المسلمين متفق عليه. يقول لك ماشي، احنا عايزين بقى نقول ايه؟ الخطاب الأول لما جه كان مطلق الأمر ده مصلحة في الزمن ده فقط. طب لما أمر به أهل هذا الزمان أمروا به مقيدا إلى فترة ولا أمروا به مطلقا؟ قال ولا بعد في أن الله يعلم مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق. هو الأمر ده مصلحة ولكن في زمان مقيد. طيب انت القيد يتقال دلوقتي ولا يتقال لما يجي يرفع؟ ما دام انه هيتقال انت امتى بالضبط كده؟ زي والله المثل الاعلى، مثلا انسان بيدير مجموعه من الناس، لو هو قاعد معاهم مش بيقعد يقول له اذا حصل واذا حصل واذا حصل. ليه؟ مش عايز يثقل اللي قدام منه بتفاصيل ملهاش لازم. هيقول له اعمل كذا ولما يطرأ طارق هو هيتصرف وهكذا. هنا برضو الوحي موجود، ما دام الوحي موجود ايه المصلحه في انه يتقال له ان التوقيت ده مرحلي؟ طب ما هو يعمل بيه. بالعكس ده كما ذكرنا احيانا يكون الامر في فتنه وابتلاء، الابتلاء ده في حد ذاته مقصود. يبقى القول بأن هذا الحكم مؤقت إما أنه يفسد الحكمة منه أصلا زي الأمر أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، وإما أنه يثقل المكلف بأمور هو ليس في حاجة إليه. لذلك كانت الشريعة التامة الكاملة هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن بها ختم الوحي، يبقى لازم تلاقي فيها العلل والأحكام كاملة. لذلك هذه الأمة بعد ذلك فاقت كل الأمم علما بما من الله عليها من علماء أخذوا يدرسون العلل والحكم والمصالح ومقاصد التشريع. ده بقى هو ده علم هذه الأمة. انقطعت النبوة وبقي العلماء. العلماء يعملوا ايه؟ يتقنوا القواعد الشرعية العامة، يتقنوها اتقان يعني لابد من هذا الاتقان. فاذا هذا من الناحية العقلية ما فيش اشكال في المثل. انه هنا المسألة مبنية على مسألتين كلاهما ممكن عقلا. ايه المسألتين دول؟ الاولى ان يكون شيء مصلحة في زمان دون اخر،
والمسألة الثانية أن الله تبارك وتعالى يأمر العباد بالأمر الأول مطلقا ولا يخبرهم بأن هذا الأمر لم يعد مصلحة إلا في حين، وهذا لا إشكال فيه البت. قال: ولا بعد في أن الله يعلم مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له فيثابوا ويمتنعوا بسبب العزم عليه من معاص وشهوات ثم يخففوا عنهم. فأما دليله شرعا فقال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. وقال: وإذا بدلنا آية مكان آية. وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله. فبدأ كلمة ما خالفها هذه بتتضمن مسألة تانية، هي مسألة شرع من قبلنا، شرع لنا ما لم ينسخ، ولا هو منسوخ برمتي. شوف هو هنا بيقول لك ايه، لو ان في حاجة في شرعنا جت آية او حديث او قصة افادت حكم كان متعبدا به من قبلنا ولم يأتي في شرعنا ما يخالفه فهو شرع لنا. عشان كده يقول الأمة اجمعت، ده موطن الإجماع، وإلا في خلاف إذا كانت الشرائع السابقة منسوخة برمتها أم أن المنسوخ منها وما يخالف إيه؟ ما جاء في شرعنا ما يخالفه. وخد بالك إن شرع من قبلنا لا مصدر له إلا شرعنا المسألة، ولكن الخلاف هنا في إيه؟ إن في مواطن في القرآن وفي السنة فيها أحكام حكي القرآن يحكي أنها نزلت في التوراة أو في القصص، فيها تصرفات، فيها فوائد تستطيع أن تستنبط منها. مثلا قتل الخضر عليه السلام للغلام الصغير، هل معنى ذلك أن في شريعة النبي الذي كان هو يتبع الشريعة التي كان هو متعبدا بها سواء كان هو نبي أو متبعا لنبي أن الغلام الذي ناهز الاحتلام مكلف؟ ماذا كان ممكن حكم تاخذه؟ ولكن العلماء بتكلموا في المسألة دي لكن ما بيطولوش فيها قوي. ليه؟ لأن دي جزما لو كان كذلك فهو منسوخ في شرعنا، ولكن بيطولوا أكتر في الحاجات اللي شبه دي بس ما فيهاش إيه، لم يأتي في شرعنا نسخ له، لأن لو كان كذلك فهي عند البعض شرع إيه، شرع لنا. يبقى ما حكاه الشرع عن شرائع من قبلنا، لأن ما فيش إسناد يثبت به شرع من قبلنا إلا ما ورد إيه في شرعنا. ورد في شرعنا حكاية عن تشريعات الأمم السابقة، هو إما أنه شرع لنا ما لم ينسخ، ده الراجح، أما أن يقال لا، دي الشريعة السابقة كلها منسوخة، وإن إحنا نعم بنستفيد الفوائد الإيمانية ومعرفة التشريعات الأمم السابقة ولكن لا نعمل بها ما لم ينص على أن هذا إيه، على أننا يجب أن نعمل بمثل. فإذا المجمع عليه أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله. قال: وقد كان يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين، وآدم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه، وهو محرم في شرائع من بعدهم من الأنبياء عليهم السلام. Thank you.
الشيخ شنقيطي علق على الفقرة دي تعليق قصير جدا. يقول قال المؤلف رحمه الله فصل: وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد إلى آخره. يقول: لا شك أن إنكار النسخ فاسد، وأن النسخ جائز عقلا كما قدمنا أنه لا يلزمه البداء وواقع شرعا، والدليل قوله تعالى: ما ننسخ من آية، وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. قال: وإنكار أبي مسلم الأصفهاني للنسخ له معناه، وهو أنه يميل إلى أنه تخصيص في الزمن لا رافع للحكم كما تقدمت الإشارة إليه. لا صعب جدا حد ممن ينتسب إلى الدين وينكر النسخ بالإيه؟ بالكلية، لكن تفسير النسخ بأنه تخصيص في الزمن فيه الإشكالات التي ذكرناها. ينتقل بعد ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله إلى قضية أخرى، وهي مسألة نسخ التلاوة والحكم. خلاصة ما ذكره هنا أن الآية عند نزولها تتضمن الأحكام المعروفة، أن الآية إذا كانت تأمر بعبادة تنهى عن شيء من المحرمات، دي الأحكام الخمسة اللي احنا بنستنبطها من آيات الأحكام. هل الآية دي أوجبت علينا شيء؟ هل حرمت علينا شيء؟ هل كان شيء مطلوب ولكن بدرجة غير لازمة، احنا بنسميه المستحب، شيء مطلوب الكف عنه ولكن دون إلزام بنسميه المكروه، أكدت على إباحة شيء سئل عنه فجاءت الإجابة بأنه مباح، يبقى كده دي الأحكام اللي احنا بناخدها من الآية. وفي حكم تاني لكل آية القرآن معروف أنها يتعبد بها، إنها يعني الإنسان يقعد يقراها ياخد ثواب لمجرد أنه بيقراها. ما للحديث مثلا بيتعبد بحفظه لأنه وسيلة للعلم، أنت نقعد نحفظ الحديث عشان نتعلمه نتعلم أحكامه، مش أنه قرايته في ذاته إيه يتعبد به. ناهيك عن الصلاة اللي هي في إجماع على إنه إنما يقرأ فيها بالإيه؟ بالقرآن. يبقى ده حكم لكل آيات القرآن، يشمل في ذلك بقى حتى آيات الأخبار نفسها. إن إحنا قلنا هنا في آيات أحكام وآيات إيه؟ أخبار، والآيات الأحكام هناخد منها في النهاية الآيات اللي فيها فعلوا أو لا تفعلوا، أو ليس عليكم جناح أو ما شابه ذلك، ناخد فيها حكم الأحكام الخمسة، ودي بنسميها آيات الإيه؟ الأحكام. كل آي القرآن اللي فيها القصص والأخبار ومعرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته، كل آي القرآن ما دام بنقول إن دي من القرآن يبقى في حكم إن أنها تقرأ. الحكم ده مستفاد من النصوص التي أمرت بقراءة القرآن والتي بيّنت فضل ثواب قراءة القرآن،
وإلى آخره. إذن ده خطاب تكليفي جه في مواطن. هذا الخطاب التكليفي جعل القرآن كله محل للإيه؟ للتعبد بتلاوته والتقرب إلى الله بقراءته وقراءته في القرآن. فالكلام الإمام هنا إيه المانع؟ إن الآية ينسخ ما فيها من أحكام ويبقى حكم تلاوتها والتعبد بها قائمة. ده نسخ الحكم مع بقاء الإيه؟ التلاوة. يبقى الحكم نسخ مع بقاء التلاوة. لا، ويقولوا إيه المانع؟ التلاوة تنسخ مع بقاء الحكم، كأن الآية دي بتخرج عن كونها قرآن إلى كونها حديث قدسي مثلا، زي آية الرجل والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. طب ليه؟ الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم إيه؟ يسألون. الشرع أنت الآية نزلت قرآن، يوم الناس تتعبد لله بتلاوتها. طب أنت بتتعبد لله، لك لا ما تقراش دي ما تقراهاش في الصلاة. لا يتعبد بإيه؟ بتلاوتها. لكن الحكم اللي دلت عليه باقي، لا تسأل. مع أن الآية ديت أنها نموذج الإيه؟ ما نسخ، أو أشهر مثال لما نسخ التلاوات وبقي إيه؟ حكمه. ذكر بعض أهل العلم نكتة لطيفة في إن الحكم ده حكم هام جدا. مسألة حفظ الأعراض من أهم مقاصد البعث، ويحتاج إلى تأكيده بأن يكون كسائر الحدود الثابتة في الإيه؟ في القرآن. ثم هو حكم شديد، ولم يشأ الله عز وجل من رحمته ان يكون الناس في الصلاة. هو ده جديد، يناسب مين؟ يناسب الناس في غاية الخسة. رزق الزوجة طيبة من حلال واصر على الزنا او العكس، فهو دي الشدة في موضعها حسنة، ولكن لما كان ده اشد حكم وكان يناسب طائفة معينة بفضل الله، ينظر وجودها في المساجد، ينظر وجودها في الصلوات، فنزلت أولا قرآنا ثم نسخت تلاوتها. لا تقرأ على أسماع المصلين، لا تقرأ من باب الإيه؟ التلاوة. وهذه نكتة الله أعلم بها فيها، لكن من تأمل وجد فيها شيئا من الحسن وبيان الحكمة، في إن ممكن فعلا أحيانا تكون محتاجة هذا الأمر. يبقى القضية عندنا مع كل آيات الأحكام حكم آخر، وهو التعبد، وهذا قد ينسخ وما فيش ارتباط بين الحكمين. الحكم اللي دلت عليه ألفاظ الآية وحكم الآية في حد ذاتها كونها آية أنها إيه؟ يتعبد بها. يبقى ممكن يتنسخ واحد مع بقاء الآخر، الحكم مع بقاء التلاوة، أو التلاوة مع بقاء الحكم، أو ينسخ إيه؟ جميعا. في بعض الآيات لا تحتمل إلا نسخ الإيه؟ نسخ التلاوة. احنا قلنا الآيات إما أحكام وإما أخبار. طيب الأحكام تحتمل نسخ الحكم أو نسخ التلاوة، الأخبار لا تحتمل إلا نسخ التلاوة. من الأخبار لا تنسخ، من الخبر إما أن يكون صادق إما أن يكون إيه؟ كذب. ده خلاصة كلامه هنا. يقول يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها، ونسخ حكمها دون تلاوتها، ونسخهما معا. نسخهما معا ده في آيات الإيه؟
الأحكام كما ذكر. وأحال قوم النسخ اللفظي مطلقا، يعني قال لك لو حاجة نزلت إنها قرآن ما ينفعش إيه تبقى مش قرآن بعد كده. وآفت علماء الأصول كما ذكرنا إن كتير منهم متأثر بعلم الكلام، وكتير منهم ضعيف في الفروع، يعني يجي يقول لا ده مستحيل وهو موجود. يعني لو تأمل ما ينفعش انت تقول مستحيل عن المسألة مش. فآفت هؤلاء، آفت بعض هؤلاء التأثر بعلم الكلام والضعف في الفروع، فقالوا لا اللفظ لا ينسخ. وعلتهم قالوا إنما نزل ليتلى ويثاب عليه، فكيف يرفع؟ يبقى دول قال لك الآية اللي تنزل هتفضل قرآن، ممكن تيجي آية بعدها تقول ما تعملوش بالحكم اللي فيها، لكن إيه؟ لكن اللفظ يظل يتلى ويتعبد. ده قولهم. في الواقع في آيات نسخت إيه؟ تلاوة، سواء تلاوة وحكم أو تلاوة فقط، المهم نسخ التلاوة اللي هما بينكروا ده إيه؟ واقع. قال ومنع آخرون نسخ الحكم دون التلاوة. هو دول ما عندهمش مشاكل إن التلاوة تنسخ، لكن قال لك لو نسخ لازم الاثنين مع بعض، ما ينفعش يتنسخ الحكم دون التلاوة. لكن يعني دلوقتي آية حتى نقراها كده وهي ملهاش لا فائدة منها، نقول لهم ده واقع برضه. في آيات نقراها ولما نيجي ساعة استنباط الأحكام نقول هذا الحكم منسوخ. عشان كده العلماء قالوا من شروط المجتهد أن يعلم الناسخ من المنسوخ. ليه؟ ما عشان ما ممكن تيجي آية ويفهمها فهم صحيح جدا، من المشكلة إنها منسوخة. طيب برضو عليك، طب إيه الحكمة؟ الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، مع أن لها حكمة. لها حكمة، مع إحنا قلنا هذه الأمة هي ختم الوحي بنبيها صلى الله عليه وسلم، فمهم جدا مقصد رئيسي فيها معرفة مقاصد التشريع. يبقى الأمة تتعلم إزاي كان الحكم الشرعي، ما هو الحكم ده في وقته كان حسنا ثم نسخ، عايزين يفضل الأمر ثابت كيف كان هذا حسنا ولما نسخ ولما عرض بغيره ولما تمت المعارضة، ما هي الحكم التي من أجلها رجح الإيه الحكم الآخر. هي الأمة بتتعلم، احنا قلنا باب الاجتهاد كله، باب القواعد الفقهية وباب كله مداره على ان في مواطن منصوص عليها بنتعلم منها العلل ونتعلم منها الحكم ونطلع منها القواعد لو لقينا ان في حاجة مضطردة في الشرع نخليها ايه قاعدة. يقوم بعد كده المجتهدين بيدرسوا الكلام ده وطلبة العلم عشان يقيسوا بما يستجد من المسائل. يبقى ما زال اولا الله تعالى يأمرك ان تقرأ هذه تتعبد له بها، انت تقول لا ده اصل حكمها، ما دي ادب العبودية، ده جزء. وغير ادب العبودية فيما ذكرنا، على سبيل المثال قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، دي من أشهر أمثلة ما نسخ تلاوة وبقي حكما. ما نسخ على الحكم مع بقاء الإيه؟ التلاوة. هذه طاس عليها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما الحامل والمرضى. في أول الإسلام كان الصيام صعب عليه يطعم، كان الأمر على الإيه؟ على التخير، وعلى الذين يطيقونه
أن يتحملونه بشدة. فكان الأمر على التأخير، اللي إيه؟ اللي يجد أن الصيام شديد عليه يطعم. طيب، ثم جاء الإيه؟ نسخت هذا بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات والفرقان فمن شاهد منكم الشهر فليصم. فبقت مفيش هنا ايه تخيير. وبعد ما جاء الامر بالصوم جه معاه رخصة المريض، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. طيب، المريض الذي لا يرجى برؤه، لو احنا الآية دي نسيناها خالص بقى نقول هو المريض عليه عدة من ايه؟ من ايام اخر. طب والمريض الذي لا يرجى برؤه، هنقول ما فيهاش، ما عندناش مسألة نقيس عليها، فنجتهد اجتهاد مطلق بقى نقوله خلاص. كان ساعتها ممكن نقول ايه؟ عجز، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فخلاص معلوش حاجة. لكن لما كان في أصل شرعي آخر أن الذي يشق عليه الصيام يطعم، ولكن جاء الآن رفع هذا التخير، ثم جاء أن الذي يشق عليه الصيام مشقة بالغة مؤقتة يفطر ويصوم أياما مكانه. المشقة الزائدة دي جت منين؟ جت من المرض. طيب، فإذا علمنا من هذا أن المريض معاه رخصة يفطر ويستبدلها بإيه؟ بإنه يصوم أيام أخر. طب المريض الذي لا يرجى برؤه، من مجموع دول هنقول ده يطعم. طب الحامل والمرضع، دي مسألة أدق شوية بقى، ما هي دي الحامل والمرضع حالة ضعف تشبه المرض. هتلاقي ايه؟ الحامل ندوها ادوية زي المريض، احيانا هي مش مريضة بس ايه مش عارف مقويات، حالة ضعف. فالحمل والارضاع تشبه الايه؟ المرض. ويرجى برؤها ولكن بعد مدة طويلة، ما هو في ممكن تتخلص من حالة ضعف دي بعد ما ينتهي الحمل والرضاع. فهل هذه كالمريض الذي يرجى برؤه أم المريض الذي لا يرجى برؤه؟ فتوى الصحابة أنها كالمريض الذي لا يرجى برؤه، أو هم في الواقع جابوها على طول من الآية المنسوخة دي، منسوخ حكمها، ولكن بقيت العلة معلومة، وإن هناك قدر من الارتباط بين الصيام والإطعام. ده بقى هتلاقيه في الكفارات و و و، إن الصيام والإطعام عبادتان تنوب إحداهما عن الأخرى في أحوال الضرورة، لأن الصيام يعني فيه تهذيب للنفس إنها تترك بعض الشهوات، وفي شعور بالإيه؟ شعور بأحوال الفقراء. الإطعام يقرب من الصيام في ذلك، لأنه هيخرج بعض المال بدل ما كان هيمسك عن شهوة البطن والفرج، هيبقى بدلها أنه إيه؟ شهوة المال، وهيطعم الفقير. يبقى هي هنا الإطعام والصيام عبادتين متقاربتان المقاصد جدا. شوف الكلام ده كله بناخده بإيه؟ من آية منسوخة الحكم لكن مش منسوخة العلل. معرفة العلة ومعرفة مقاصد التشريع وكذا، يبقى الكلام ده ايه؟ تستفيد الامه من هذا. يبقى الايه ديت، عشان كده المفسرين يقولوا ان الايه دي منسوخه، وبعضهم يقولوا وقد ورد انها ليست منسوخه وانما هي مخصوصه بالشيخ الكبير والمراه العجوز والحامل والمرضى، لان ابن عباس وابن عمر بيقولوا ان الحكم ده اباق في حق هؤلاء. لا، هي منسوخه لأن هي الأول كان فيها تخيير ورفع، وإنما بقي معرفة هذه مع
رخصة الفطر للمريض مع انه يفطر ايام مكانها من مجموع الاثنين دول، قلنا المريض الذي لا يرجى برؤه والحالات الضعف الممتدة كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. يقول يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها ونسخ حكمها دون تلاوتها ونسخهما معا، وأحال قوم النسخ اللفظي فإن اللفظ إنما نزل ليتلى ويثاب عليه فكيف يرفع، ومنع آخرون نسخ الحكم دون التلاوة لأنها دليل عليه فكيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل. نرفع الحكم والدليل موجود، استفدنا إيه من الدليل؟ أجبنا عن هذا. يقول قلنا اللي أنكروا دوت سواء أنكروا نسخ اللفظ أصلا أو أنكروا نسخ الحكم دون التلاوة، يقول قلنا هو متصور عقلا وواقع. أما المتصور فإن التلاوة وكتابتها في القرآن وانعقاد الصلاة بها من أحكامها، هي الآية في ألفاظها بتدل على حكم، لكن مجرد ان احنا اعتقدنا ان دي آية من القرآن بقى من احكامها ان احنا هنكتبها في المصحف ونقرأ بها في الصلاة، فهذا في ذاته ايه؟ حكم، وكل حكم فهو قابل للنسخ. يبقى نقول الحكم ده نسخ، ما يلزمش التاني ينسخ، هي الآية متعلق بها الحكمين، يبقى ممكن تنسخ واحد دون الايه الاخر. قال واما تعلقها بالمكلف في الايجاب وغيره فهو حكم أيضا فيقبل النسخ، يبقى ده يقبل وده إيه وده يقبل. قال فأما الدليل على وقوعه، ده كده التصور العقلي. أنا مشكلة العقلانيين كل حاجة يقول لك قطعيات عقلية غير متصور عقلا، تلاقي الأمور أيسر بكتير من اللي هم إيه بيقولوه. قال فأما الدليل، يبقى هنا من جهة التصور العقلي متصور، ومن جهة الوقوع قال فأما الدليل على وقوعه فقد نسخ حكم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وبقيت تلاوتها. والوصية للوالدين والأقربين، وقد تظاهرت الأخبار بنسخ آية الرجم وحكمها باق، يبقى هنا دي نماذج لنسخ الإيه الحكم دون التلاوة، وآية الرجم مثال لنسخ التلاوة دون الحكم. وقولهم كيف ترفع التلاوة، قلنا لا يمتنع أن يكون المقصود الحكم دون التلاوة لكن أنزل بلفظ معين، اللي هو بيقولوا كيف ترفع التلاوة كما ذكرنا زي آية الرجم، كان احنا نقول الله ترك عليها تعبدنا بما شاء، وان كان هناك حكمة ذكرناها في هذا. قال وقولهم كيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل، انت يعني تيجي تقول مثلا درجة التلازم بين الامر بين المدلول والدليل، انت منين تقول يوجد دليل على في على ان التخيير في الصوم وتقول ولكن هذا لا يجوز ومن فعله فهو عاصي، لكن انت متناقض، بتقول في دليل، هتقول هذه الآية من كتاب الله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيها دليل على ان المكلف مخير بين الصوم وبين الأطعام ولكن من فعله فهو آثم لأن هذا الحكم غير صحيح، ولكن انت متناقض، ازاي تقول الدليل موجود ويدل على كذا وبعدين ترجع تقول المدلول ده خطأ او غير موجود او مرتفع، ما
بقول له انت اول مشكله العقلين كما ذكرنا يعني يحجرون واسعا بطريقه. ما احنا ما بنقولش كده, هو في عقل بيقول كده, احنا بنقول هذه الايه كانت تدل او تدل على كذا وكان معمولا بها الى ان جاء الخطاب خطاب الوحي اللي قال هذه الايه يعمل بها, جاء بان هذه الايه اقرؤوها ولا تعملوا باحكامها. كلام في غايه حتى في كلام البشر مساله نسخ التلاوه دي لا غير متصوره. عندنا هنا التلاوه لان في حاجه اسمها ايه قران له احكام خاصه, انما تيجي مثلا البشر بيقول كلام وعايز ينسخ هذا الكلام بيعمل ايه؟ بيقول كلام اخر, ما يعرفش يروح يرفع الكلام الثاني. هيرفعه منين؟ احنا في التلاوه قلنا رفعناه من المصاحف, هو هيرفعه منين؟ يعني هيرفعه من الدنيا بحالها. فاذا التصور العقلي الاقرب هذا كلام يدل على دلاله. الدلاله دي جاءت من استعلاء الامر المتكلم انه له حق الايه؟ التشريع والامر والطاعه, فامر فاطيع ثم قال الان امر بكذا. مفيش اي اشكال. يجي بقى واحد عايز يقرا الكلام القديم ويقول انا ملتزم به, هو حر في يعني في امر الدنيا لن يضر الا نفسه, في امر الاخره يعني ما حدش في امر الدنيا هيعتبر دي منه حجه ولا هيقبل منه هذا الايه؟ هذا الهراء. وكذا في امر الاخره, فالامر في غايه الوضوح. احنا بنقول هذه الايه وجد ناسخ لها, فاحنا هنقراها نتعبد بقراءتها. حتى في الاحكام هنعرف انها بتدل على كذا وكذا, ولكن هذا الحكم غير معمول به الان. نقول عمل به المسلمون قبلنا في فتره ما ثم نسخ بكذا. والى هذا الحد والامر ممكن, ناهيك ان يكون المساله لها فوائد اخرى التي ذكرناها. احنا هنتعلم العلل ونتعلم الاحكام ونتعلم كل هذا, فهذا كله يعني وقت. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله فصل, قال المؤلف رحمه الله فصل, يجوز نسخ التلاوة الآية دون حكمها ونسخ حكمها دون تلاوتها ونسخهما معا. يقول معنى كلامه ظاهر, ومثال نسخ التلاوة دون الحكم نسخ تلاوة آية الرجم وبقاء حكمها, وهي قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قيلت كانت هذه الآية من براء, وقيل من الأحزاب, ومنه نسخ تلاوة آيات خمس رضعات عند الشافعي ومن وثقه ممن قالوا إن دي كانت قرآن ونسخ, وهذا هو الراجح. ومثال نسخ الحكم دون التلاوة آية العدة المذكورة آنفة, وهو أغلب ما في القرآن من النسخ. ومثال نسخهما مع نسخ آية عشر رضعات. يبقى الأول في آية نزلت أن عشر رضعات يحرم, ثم رفعت قراءة وحكما, ونزل مكانها خمس رضعات يحرم, ثم نسخت تلاوة وبقيت حكما على الرجح. وإلا ففي يقولوا لا دي كمان منسوخة حكما وإيه وتلاوة. الراجح من حديث عائشة رضي الله عنها أنه يعني معمول بها. ليه بيقول ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها فيما أنزل, قالت كان فيما أنزل من القرآن
عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. طبعا إجماعا دول ما كانوش إيه بيقرأوا، يبقى قصدها فيما يقرأ إيه إن هم باقيين معلومين، إن الآيات دي معلومة يعني يرجع إليها في الأحكام. يبقى كانت عشر رضعات نسخت تلاوة وحكما بخمس رضعات، ثم نسخت تلاوة وبقيت إيه حكما. يقول تنبيه: يتوجه على هذا الذي ذكر في هذا البحث ثلاثة أسئلة. الأول أن يقال كيف ساغ نسخ الحكم دون التلاوة مع أن التلاوة دليل الحكم، فكيف يرفع المدلول مع بقاء دليل؟ لأن هذا يلزمه الدليل بلا مدلول وهو محال. تقرأ الآية وبعدين تقول لا ده أنت هتعطل مدلولها. قال: إذ لا تعقل الدلالة بدون مدلول. ده السؤال الأول، وده ذكره ابن قدامة وأجاب عليه. السؤال الثاني أن يقال تقدم في حد النسخ أنه رفع الحكم إلى آخره، فكيف يدخل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم فيه لم يرفع؟ أنتوا عرفتولنا النسخ أنه إيه رفع حكم سابق بخطاب لاحق. طيب يبقى هنا ده هل ده يشمله؟ هل الحد ده كده جامع مانع ولا في إشكال؟ الثالث أن يقال ما حكمة نسخ اللفظ مع أنه إنما نزل ليتلى ويثاب عليه، فكيف يرفع إذ رفعه يقتضي انتفاء حكمته؟ وده إيه برضو قاله ابن قدام. قال: أما الأول، أما الجواب عن السؤال الأول هو أن لا نسلم كون اللفظ دليلا على الحكم بعد نسخ الحكم، بل هو إنما يكون دليلا عليه عند انفكاكه عما يرفع حكمه، فإذا جاء الخطاب الناسخ لحكمه زالت دلالته على الحكم بالكلية كما قدمنا في الفوارق بين النسخ والتخصيص. وإيضاح أن الحكم الشرعي المنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقا وتلاوة ذلك اللفظ وكتابته في القرآن وانعقاد الصلاة به كلها أحكام شرعية من أحكام ذلك اللفظ، وكل حكم شرعي فهو قابل للنسخ. قال في المراقي: وكل حكم قابل له وفي نفي الوقوع لاتفاق قد قفي. يبقى كل حكم قابل ايه للنسخ، يبقى ومنه حكم التعبد به، وإذا عرفت ذلك عرفت أنه لا مانع من نسخ بعض أحكام اللفظ كالتحريم والوجوب المفهوم منه مع بقاء أحكام أخر من أحكامه لم تنسخ كالتعبد به وإجزائه في الصلاة ونحو ذلك. فآية الاعتداد بحول مثلا نسخت ما دلت عليه من إجابة تربص الحول على المتوفى عنها زوجها، وبقيت أحكام أخر من أحكامها لم تنسخ، وهي قراءتها في الصلاة وكتابتها مع القرآن في المصحف، وهو واضح كما ترى. والجواب عن السؤال الثاني وهو أن نسخ التلاوة فقط معناه نسخ التعبد بلفظه والصلاة به وكتبه مع القرآن في المصحف، وهذه أحكام. يبقى نسخ التلاوة يعود إلى نسخ الإيه الحكم، بس هو الحكم ما كانش مستفاد من نص الآية، ده كان مستفاد من اعتقادنا أنها آية مع نصوص أخرى جعلت القرآن يتعبد به ويتلى. يبقى اللي احنا خدناه هنا إيه، يبقى ده حكم ونسخ بخطاب آخر، أمر الخطاب ده خطاب شرعي برضه، يأتي جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له لما بيكتب بيعرض عليه القرآن يقول له اكتب دي اقرأ هذه قبل تلك وهكذا، فيكون هذا الخطاب من جبريل عليه السلام بالوحي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في
في ألا تقرأ هذه كما كانت تقرأ خطاب شرعي لاحق نسخ ما دل عليه الخطاب الإيه؟ السابق، ويبقى حد النسخ لا غبار عليه جامعا مانعا أيضا. قال فلا مانع من نسخها مع بقاء حكم آخر لم ينسخ وما دل عليه اللفظ. فآيات الرجم مثلا لا مانع من نسخ التعبد بها والصلاة بها وكتبها في المصاحف مع بقاء حكم آخر من أحكامها لم ينسخ، وهو رجم الزانيين المحصنين كما تقدم مثله. فإن قيل كيف الجمع بين هذا وبين قولهم هذا منسوخ تلاوة لا حكم، لأنه يفهم منه أن نسخ التلاوة مناف لنسخ الحكم. هو طبعا إيه؟ لأن فعلا في متكلمين بيصلوا إلى هذه الدرجة من الإسفاف. ده اصطلاح، بتقول تلاوة وحكم التلاوة ده حكم مخصوص شوية مش مستفاد من نص الآية. لما تقول منسوخ تلاوة لا حكم يعني بتقول حكم تلاوتها منسوخ، وأما الأحكام المأخوذة من ألفاظها فهي إيه؟ معمول بها. قال فالجواب أن الحكم المنفي عنه النسخ، أقول تلاوة لا حكم في قولهم لا حكم غير الحكم المثبت له النسخ بنفي نسخ التلاوة، لأنها أحكام قد نسخ بعضها دون بعض كما تقدم. يعني احنا التلاوة دي جواها حكم ضمني، كلمة التلاوة دي جواها حكم ايه؟ ضمني. احنا كاصطلاح سمينا دي تلاوة وسمينا دي حكم، والاصطلاح واضح. ما يجي واحد دول يستغبوا مثلا نقول له انت دلوقتي احنا قلنا الالفاظ وقلنا مرادنا منها، وهذه الالفاظ هي مش الفاظ شرعية، ده تعبير عن المعنى. احنا لقينا في الشرع الايات دي، جاء ايات ابطلت منعت العمل بها، وفي ايات كانت تقرأ في القرآن ثم لم تعد تقرأ، فسمينا دي تلاوة ودي حكم وكذا وكذا. كلام واضح ومفهوم خلاص. في المشكلة معاه مشكلة صياغة يقعد يصيغها براحته، مشكلة ان الكلام مش مفهوم هو ده اللي يبقى كلام، او مفهوم ولكن فيه معاني لا دليل عليها يبقى هو ده الكلام. نحن نتكلم ده جهد بشري، جهد علماء فاضل بذلوا أفنوا أعمارهم إن هم يقربوا علوم الشريعة. فإذا دي اصطلحتهم، احنا فهمناها الحمد لله رب العالمين، وجدنا إنها معبرة عن معاني شرعي وخلصنا. هم لو مش فاهمين دي مشكلة نحلها بصورة أو بأخرى، فاهمين وبيقولوا إن مفيش أدلة على الكلام ده تبقى دي فعلا مشكلة. يقولولنا إزاي هم شايفين إن مفيش أدلة؟ فاهمين وشايفين إن في أدلة لكن شايفين إن كده الصياغة لا تروق لهم، مش هننشغل معهم كثيرا في هذا الأمر. قل أما الجواب عن السؤال الثالث هو أنه لا مانع من أن يكون أصل المقصود من المنسوخ تلاوة لا حكم، إنما هو الحكم دون التلاوة. لك إزاي؟ طيب أنت المثال بتاع المنسوخ تلاوة لا حكم، قال إن لا مانع من يكون المقصود هو الحكم دون التلاوة، ولكنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ معين ليثبت به الحكم وليستقر، والحال أنه هو المقصود فلا مانع من نسخ اللفظ، لأن المقصود هو مجرد الحكم. فإن قيل فإن جاز نسخ التلاوة فلينسخ الحكم معها، لأن الحكم تابع للتلاوة، فكيف يبقى الفرع مع نسخ الأصل؟ نفس قضية إيه؟ اللف في حلقة مفرغة، الدوران في حلقة مفرغة. وأن أحد آفات المتكلمين إنه يحط نموذج ضيق،
ولما يلاقي نماذج لا تتمشى مع هذا النموذج يوم عايز يلغيها. ده انت العكس، انت دور المنظر اللي بينظر نماذج موجودة فعلا. ده لما يجي واحد يعمل دراسة عن رجل يقولك فلان احيانا يكون مثلا هادئ واحيانا يكون منفعل، فاذا كان هادئ هتلاقي عنده صفات كذا وكذا، واذا كان منفعل اياك ان تقترب منه. وممكن تلاقي ان الشخص ده له حالة وسط، فانت لو مسكت حالة من الحالات الوسط دي تقول له لا دي مش نافعة، ما حصلتش، ما قابلتوش اليوم ده، ما شفتوش. دي طريقة يعني اللي بيجي حل الانسان، بيجي حل الاديب مثلا، النتاج الادبي الاديب معين، يقوم هو يفترض انه احيانا يكتب في المجال الفلاني واحيانا في المجال الفلاني، يعني يلاقي نموذج بره المجالين دول ينسف ويحرقه. مفيش كده يعني، المحلل اللي بيحلل حاجة مش بتاعته لازم يقعد يعمل ايه الاطار اللي يسع كل النماذج مش العكس. فهم متصورين ان التلاوة اصل والحكم فرع عليها. مين اللي قال هذا التلازم بغض النظر عن التعبيرات اللي هم بيقولوها للتعبير عن هذا التلازم؟ من الذي اوهمهم؟ وان كان هم توهموا كده لاعتباره هو الاكثر شيوعا، ثم وجدوا نماذج تخالفه. فالاولى ان هو يعدل النموذج اللي هو عامله، مش ان هو يحاول يعارض ويجادل ويعاند في امور واقعه، يقول لا ما ينفعش تحصل، ده هي حصلت، يقول ما تنفعش تحصل، ويقعد بقى يتكلف تاويلات انهار. يقول فالجواب ان التلاوه حكم، وانعقاد الصلاه بها حكم اخر، ودلالتها على ما دلت عليه حكم اخر، فلا يلزم من نسخ التعبد بها وعدم الصلاه بها نسخ حكمها الذي دلت عليه، فكم من دليل لا يتلى ولا تنعقد به صلاة. والآية المنسوخة تلاوتها مع بقاء حكمها دليل لنزولها وورودها، لا لكونها متلوة في القرآن، والنسخ لا يرفع ورودها ونزولها ولا يجعلها كأنها غير واردة، هي من عند الله عز وجل، ولكن نسخ التعبد بها كأنها مثل الحديث القدسي. بل يلحقها النسخ الحكم دون نسخ التلاوة دون الحكم، هذا لا يعتبرها، لا يجعلها كأنها غير واردة، بل يلحقها بالوارد الذي إيه؟ لا يتلى، لأن في وارد لا يتلى، لا يتعبد بتلاوته. يبقى الشيخ والشيخة إذا ثنيا كأنها كالحديث الإيه؟ القدسي، أو كالحديث النبوي مثلا 5 رضعات مشبعات، إن ده كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك هذه رتبتها رتبة الحديث الصحيح، إنه كان معمول بالحكم دوت، كان مستفاد من الآية ونسخت التلاوة وبقي الإيه؟ الحكم كما ذكر. يعني ما زال معنا في مبحث النسخ مسائل، يعني استكملها ان شاء الله تبارك وتعالى في المرات القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.